الخير ما طلعت شمس وما غربت، معلق بنواص الخيل معصوب، قد أشهد الغارة الشعواء تحملني، جرداء معروقة اللحيين سرحوب، كأن هاديها إذا قام ملجمها، قعو على بكرة زوراء منصوب. على شاطئ دبا من المنطقة الشرقية انطلق الفارس سيف راشد النقبي، وهو يمتطي فرسه التي دخل بها عالم الفروسية، ذاك العالم الذي يجذب الناس إليه ولا يكاد المرء يدخله حتى يتعلق بالخيل ويعشق ركوبه، وكان فيه سحرا عظيما لا يستطيع المرء مقاومته، فمن دخل فيه تعلق به وأبى أن يفارقه. بداياتي مع الخيل كنت اروح مع صاحبي الاسطبل، فحاولوا معي كم كذا مره يعني اركب، وانا كان فيني خوف يعني قلت لهم لا ما اقدر، وجات الايام وركبت. اول مره شفت الوضع يعني ممتاز، ثاني مره شفت الوضع فيه تحسن، تميت واستمرت على هذا المجال. الحب للخيل ليس خيارا للفرسان، فكل فارس يتعلق بخيله ويحبها حتى أنك تخال أنها في مقام الولد منه، وهذا ما يجعل الفارس دقيق الملاحظة شديدها، يحاول معرفة ما ألم بالخيل من نظرة إلى جسدها، ويعلم ما تحتاجه من صوت صهيلها. أول خيل امتلكته اسمه حميدان، عمره كان تقريبا 10 سنوات، والخيل بعد أنه ما شريته يعني كان هدية من صاحبي. حبي لهذا الخيل مثل ما تقول يعني سويت فيه مواقف معاه وتعلقت فيه زيادة. الخيل تعب ومرض، تميت معاه أسهر ليل ونهار، وكان معاي المدرب أحمد موسى الدرمكي، هو الوحيد اللي وقف معاي يعني ساعدني بعلاج الخيل. المواقف اللي صارت معاي يعني وايد، بذكر لكم موقف واحد يعني أن الخيل كان مريض، فحاولنا نعالجه وبعطيناه أبرة شوية، كان شوية يعني حارة عليه، فالخيل دوخ، فيوم دوخ طاح في الوادي، طاح عاد وتعور كلها جروح سطحية الحمد لله يعني، وعالجناها وبعد مرور شهر قمت اركبه يعني الحمد لله ردت يعني صحته الطبيعيه، وتميت انا على هذا الخيل، ويعني خلاص هذا الخيل انا ما استغنى عنه، حاولت كذا مره بس ما قدرت، تميت وبعته ورديت مره ثانيه خذيته تميت، وللحين ما شاء الله عندي موجود يعني. علاج الجسد يصاحبه علاج الروح، وبهذا تميز الخيل فوارسها الحقيقيين، فالفارس الأصيل يشعر بالخيل ويرفق بها، فهو يعتبرها صديقة حقيقية له، لها حقوقها يعطيها لها من باب المحبة والمسؤولية التي التزم بها مذ أن اتخذ الخيل رفيقه.
بداية ركوب الخيل كان مع حميدان، وتعلمت منه يعني وايد أشياء، الصبر، الشجاعة، التحكم، وزيادة اللياقة البدنية، وايد أشياء يعني. تقريبا أركب أنا حميدان شبه يوميا، ويوميا لازم أكون موجود هناك في الاسطبل يعني، لازم أشوف شو الخيل، شو يعني، هل تعبان، مريض، في شيء، صحته جيدة، وبعدين عاد أروح خلاص. الفروسية تلك الرياضة التي يحبها الجميع، رجالا ونساء، شيبا وشبابا، أطفالا ويافعين، فالجميع يحب الأصالة فيها، يحب الطاقة التي يكتسبها من خلالها، ويحب أن يعيش أفضل ما فيها. لذلك تجدهم يبذلون كل ما يستطيعون لتوفير المناخ الأفضل لتلك الرياضة الأصيلة، وهم مستمرون بذلك إلى أن تتحقق الآمال، فبالبذل والعطاء المستمر تتحقق الأحلام ويصل الجميع إلى المنال. طبعا احنا كل أسبوع نسوي طلعة مع فرسان خرفكان إلى شاطئ دبة، ركوب التمارين الصباحية يعني كل أسبوع تقريبا. أما بالصيف شوية يعني نريح، لأن الجو يكون حار علينا وعلى الخيول فما تتحمل. طلعاتنا طبعا كلها تكون بعد صلاة الفجر، يعني وقت حلو وجميل، وقت شروق الأجواء تكون حلوة يعني. الخيل يعني شو اقول لك، الخيل يعني ما تقدر توصف يعني جماله. حاولت انا كذا مره اني انا ابعد لكن ما قدرت من كثر حبي للخيل. طبعا في دلالات انك تعرف ان الخيل انه يعني في شيء بس ما تعرف شو فيه، مثل يعني يتم يلف في البوكس، يتم يتقلب، هذا يعني يكون في حصر بول او مغص. وفي نفس بعد ارتفاع حراره تشوف نخيل شويه يعني تعبان، فتحاول تعرف شو فيه. اذا طبعا في حراره في ادويه طبعا نعطيها كاسعافات اوليه. والله انا يعني بالعلاجات يعني اشياء بسيطه يعني، مش اشياء، في اشياء لازم جراحه، لازم يكون دكتور، فانا ما اقدر اتدخل في الاشياء. نفس الجروح السطحيه، ارتفاع حراره، هاي اقدر اتصرف فيها. سباقات الخيل متنوعة، في عندك سباقات قدرة والتحمل، سباقات السرعة، وفي مشاركات خيول جمال اللي هي العربية. بس يعني عدنا لنا حاليا لأوصل لسباقات قدرة والتحمل في خطوات لازم اني امشي عليها، مثل الخبرة، التمكن اكثر على الخيل، وجاهزية اللياقة البدنية، وان شاء الله وناخذ لنا خيل حق السباق ان شاء الله. طموحاتي ان شاء الله اني اوصل سباقات قدره والتحمل، وان شاء الله يعني قريب ان شاء الله.
نصيحة لفرسان جدد أنهم يحبوا هذه الرياضة، وأهم شيء عد يعني كسر حاجز الخوف وقت الركوب. ونتمنى أن نشوف فرسان مدينة خرفكان في محافل سباقات قدرة والتحمل، ونشوفهم إن شاء الله بطولات خارجية. ومدينة خرفكان يعني فيها فرسان يشاركوا في سباقات قدرة من نفس الاسطبل، اسطبل الريان. طبعا مدينة خرفكان والمنطقة الشرقية مليئة بالمواهب الشابة التي تحتاج إلى الدعم وتطوير من هذه الرياضة، لنشوفهم إن شاء الله في المحافل المحلية وخارجية في سباقات قدرة والتحمل.